معلومة للمربي المواشي. الأهم إن أنا أعمل تركيبة عليقة تفي بالاحتياجات بتاعتي. تركيبة العليقة عشان تفي بالاحتياجات لازم أهتم بمستوى الطاقة، مستوى البروتين. إيش معنى طاقة؟ مستوى العناصر المعدنية. الطاقة هي المواد اللي بتدي طاقة للحيوان إن هو يدفي جسمه، يبدأ يدي معدلات نمو ويبدأ يبني الدهن بتاع جسمه ويبدأ يستخدم. زي ايه بقى مواد زي بتاعه الطاقه؟ زي الذره الصفراء، زي الشعير، زي كسر الحبوب، زي كسر القمح والحاجات دي. نقول 30% دي تقريبا بتاخد تلت او اكتر من التلت، اكتر من تلت العليقه، حوالي 45-50% من تركيب العليقه طاقة. عباره عن مصادر طاقه. طب بروتين 25% أيوه. مصادر بروتين دي عباره عن فول صويا او كزب فول الصويا او عباد الشمس، كزب دوار الشمس، وكزب القطن. كل دي مصادر بروتين. ال 25 الاخيره عباره عن نخاله او حاجه زي الجلوتوفيد، ويبقى منهم مصادر عناصر معدنيه زي بريميكس اللي هو مخلوط املاح معدنيه وفيتامينات، منهم حجر جيري عشان يبقى مصدر للكالسيوم، منهم ملح طعام عشان يبقى مصدر للصوديوم والكلور عشان العمليات التمثيلية اللي موجودة في الجسم. يا سلام. فده لازم يبقى موجود، وأفضل إضافة بعض الإضافات اللي تحسن الأداء زي الخميرة. خميرة حاجة الأكل تنحط في المويه الخميرة ولا؟ الخميرة الخباز اللي احنا بنعمل بيها، نحطها في المويه ولا نحطها في العلف أو في المويه، بس العلف أفضل نحطها في العلف، ده شكله أفضل. ما شاء الله عليك. طيب ما نعطي برسيم ولا نعطي؟ لا، لازم العليقة تبقى متزنة. في الحيوان بيحتاج مالئ ومركز. المركز ده اللي هو العليقه اللي احنا وصفناها من شويه. ما شاء الله. اما المالئ ده اللي هو عباره عن التبن، اي حاجه التبن، البرسيم، الدريس.